السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كلشيكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارة بالضبط من شارع الحسن الثاني، العملية ديال تحرير الملك العمومي وصلات لشارع الحسن الثاني. داو الناس كيحيدو البيشان ديالهم، واي واحد عنده شي زيادات او ما شابه ذلك وخارج للطريق فبدا كيجمع المسائل ديالو. كما كتشوفوا معنا هنا في اليمن الاخوان، ف الناس بداو كيحيدوا في البيشان ديالهم. العمليه متواصله كذلك في الجهه اليسرى اتجاه وفاكاش وبعض النقاط المجاوره، مجموعه من التغييرات تعرف هذه البلاصه هذه. اكيد جاءت الامور مفاجئه، لكن كان ولا بد من هذا النهار. كما كتشوفوا معنا كذلك من اشهر المقاهي بمدينه تماره مقهى الداغري هنايا، كتشوفوا حتى هي حيدات البيشان ديالها، حيدات الجلسه ديال برا. يعني العمليه مستمره هنا في الجنبات ديال شارع الحسن الثاني وكذلك شارع مولاي رشيد وكذلك شارع ولاد مطاع، اللي غادي نقرب لكم ان شاء الله من كل كبيره وصغيره وفين وصلت الامور ان شاء الله. فخليكم معنا. كما كتشوفوا معنا كذلك المقهى هنا اللي جات شوكة حتى هي حيدات المسائل ديالها، وخدات الطابله وراس الساريه. يعني كاين تغييرات مهمه الاخوان اللي كنشوفوها هنايا، عملية الحفر والأشغال متواصلة هنا في الجنبات. قريبا إن شاء الله غادي نشوفوا الأشغال في شارع الحسن الثاني بواحد السرعة اللي كبيرة، وغتنزل فيها معدات كثيرة إن شاء الله باش تعطينا إن شاء الله أشغال في أسرع وقت إن شاء الله تسالي. كما قلنا لكم تحرير الملك العمومي في شارع الحسن الثاني في المركز ديال المدينة، كذلك في شارع محمد الخامس كما شفتوا معنا في الفيديو البارح اللي حطينا لكم. في نفس الوقت حنا كنهضروا على تحرير الملك العمومي، كنهضروا على اشغال في نفس الوقت بهذيك الشوارع اللي كيكون فيها القضاء على الطراس بواحد الشكل كبير، اذ انه من بعد كتبدا العمليه ديال الحفر، ومن وراء العمليه ديال الحفر كتبدا الاصلاحات. تغييرات كبيره غادي تكون ان شاء الله، هادشي كيبشر بالخير. على اي حال من الاحوال هادشي كيبشر بالخير، اذ انه حتى شي واحد ما يبقى يتعنت ولا يقول انا كذا او كذا او ما شابه ذلك. اليوم كنهضروا على محلات تجاريه كبيره، اللي كيستحق شي حاجه غيخدم بها راه غيخدم بها بعيدا على بزاف ديال الحويجات. كنظن الرساله واضحه، كنظن الرسالة واضحة. أنا كما كتشوفو معايا الطلعة ديال الشيخ مداوي، أنا الطريق اللي كتجي جرادي. بالنسبة للناس اللي كيسولو على جرادي، الناس اللي كيسولونا على جرادي واش غتشملهم العملية ديال هادم، شوف الإخوان على حساب أشنو كاين تما، واش كاين شي أمور لي عشوائية ولا لا، واش كاين شي حوايج اللي خاصها تحيد تما ولا لا، هادشي كولو غادي نعرفو إن شاء الله عما قريب. كما قلت لكم كاين اشغال كبيره، كاين امور لي مهمه في مدينه تمارة. بعد الاخبار اللي وصلتنا بمركب الامير مولاي عبد الله، كاين اشغال مهمه داخل المركب، عمليه الحفر داخل، امور كبيره، تغييرات كبيره ان شاء الله. غنحاولوا نوافيكم بعض الملخصات من تما. من هنا الاخوان كتبان لنا واحد العجاجه هنا في سيدي محمد الشريف، من هنا الدقوسكات، انزال كبير ديال المعدات هنا في الجنبات اللي عطنا واحد الخدمه كبيره، على اساس انه ما تبقى حتى شي حاجه هنايا. اكيد في الساعات القليله القادمه ما تبقى حتى شي حاجه. خدمة كبيرة كدار في هاد اللحظات في هاد النقاط هادي، والآليات ديال هاد المجرفات واللي كيجمعو المخلفات ديال عملية الهدم
فرام دخلوا مع سيدي محمد شيري. شوف 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 باب 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 باب. اخوان بحال عمرها ما كانت شي حاجه هنايا. يمشي واحد ركن الفران ديال تفرتيته هنا، وكان كانوا عائلات كبار تبارك الله هنا. سبحان مبدل الاحوال. دائما مشاهدينا الكرام، انا مجموعه من التغييرات كذلك، انا في شارع علال بن عبد الله، يعني كنشوفوا تحرير الملك العمومي في مجموعه من الشوارع بمدينه تمارا. في نفس الوقت كنشوفوا عمليه الهدم، في نفس الوقت كنشوفوا تغييرات كبيره مجموعه من النقاط بمدينه تمارا. المساله وقت فقط، وغادي نشوفوا تغييرات كبيره لا في الشوارع لا في المرافق ديال مدينة تمارا او عمالة صخيرة تمارا بصفة عامة. غادي نشوفو ان شاء الله عما قارب شارع علال بن عبد الله، بإنارة مزيانة، بطريقة مزيانة، بعيدة على الحفار، بعيدة على انعدام الإنارة، أمور اللي هي سلبية. أشغال كبيرة جاية ان شاء الله في الطريق، نتمناهم الله الخير والتيسير يا رب. خرجنا جهة العرهورة أم البحار، تغييرات كبيرة هنايا بعد الإصلاحات الأخيرة اللي كان كيوقف عليها السيد الوالي اليعقوبي. في انتظام إن شاء الله نشوف كذلك مدينة تمارا في حلة جديدة إن شاء الله، والأمور الحمد لله كلها كتبشر بالخير. إلى هنا مشاهدينا الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.